أصدر تجمع وكلاء السيارات يوم الأحد 7 أوت 2022 بيان توضيحي بخصوص الأخبار التي تم تداولها في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها تخصيص 2 ملايير دولار لاستيراد 200 ألف سيارة وحصول 12 وكيل على رخص استيراد السيارات. وأكد تجمع الوكلاء أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وهي بمثابة تغليط للرأي العام وتشويش على مساعي الحقيقية من أجل عودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين. وفند التجمع هذه المعلومات التي لا تستند حسبه على أي قرار رسمي. وأكد التجمع أن مبلغ 2 ملايير دولار قد صرح بها وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي في إطار المرسوم التنفيذي 2027 المؤرخ في 19 أوت 2020. أما بخصوص منح الوكلاء اعتمادات للاستيراد، فلا يمكن حسب التجمع صحة هذا الأمر إلا بعد تلقي الوكلاء إشعارا رسميا تؤكد من خلالها الوزارة الوصية، وهذا ما لم يحدث إلى غاية اليوم. مع العلم، يضيف بيان التجمع أن الوكلاء ينتظرون رد الوزارة منذ 11 شهر، سواء بالإيجاب أو بالسلبي. وحذر تجمع وكلاء السيارات المواطنين من هذه الإشاعات المغلوطة. سلام.